السلام عليكم يا شباب، مرحبا كده ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام. طب احنا ممكن نبص كده على الاسئله بتاعه 10.5 كده ونشوف، يعني في حد طيب في حاجه وقفت معاه منلي ولا يبعتها لنا نحلها، ولا نبص روح في الاسئله كده اللي واقف معاه حاجه يقول. وبالنسبة للسؤال اللي انت حضرتك فاتحه ده، هو بس النقطة في قصة ان هو شهر الشهر فبراير شهر 1.5، وبعد كده فبراير لمارس 0.5، فدي النقطة ما كان يعني ما فهمتهاش قوي. هي دي طيب النقطة بتاعت المانيفاكتشرنج. بص، الشركة دافي دي البوليسي بتاعت المانيفاكتور بتاعتها بتقول لك ان هي بتصنع 1.5 تايمز ذا كومينج مانث بروجكتد سيلز، يعني بتصنع 1.5 من المبيعات المتوقعة في الشهر اللي جاي. امتى؟ بيقول لك في كل الشهور الفردية، يعني انا في يناير هصنع 1.5 من فبراير. ماشي، تمام. كلمة اود دي يعني فردي، تمام؟ هي دي بس القصة. اود فردي. في ماشي مارس، اوكي. في مارس هصنع 1.5 من ابريل، تمام؟ والكلام ده قال لك ايه، حتى هو وضحها لك، فقال لك ستارتنج من ايه، من جينيوري، من يناير، تمام؟ تمام. فقال لك، وبعد كده قال لك وبتصنع نص، يعني 50% من المبيعات بتاعه الشهر اللي جاي، تمام، في الاشهر الايه، ايفن نمبرد مانثس، في الاشهر الزوجيه. حلو كده، يعني انا لو انا في فبراير هصنع 50% من ايه؟ من مارس. حلو كده؟ فهنا كان بيسألك في السؤال ايه؟ بيقول لك البرودكشن اللي الشركة بتاعتنا دي هتعمله في شهر ايه؟ يناير. يناير ده شهر زوجي ولا فردي؟ فردي فردي، يبقى هصنع 1.5 من كام؟ باي. 1.5 في 36 هتديك 54,000، تمام كده؟ بس هنا دي ما عملناش قصة البيجينينج والاندينج وقلنا السيلز والكلام ده، احنا خدنا بس البرودكشن المنتج كذا. حلو، يعني ده سؤال مباشر قوي. هو دايما دايما السؤال ده بيتسأل اول، عشان السؤال ده اول سؤال في التارجت، والناس مسيستمه دماغها على الايه، على الطريقه اللي احنا بنقولها، فبيتسأل السؤال ده. هو هنا قال لك ان الشركه هنا ليها بوليسي معينه، الشركه بتصنع 1.5، ادالك على طول بتصنع 1.5، فاهم قصدي؟ يعني دي البوليسي بتاعت الشركه، فخلاص انت هتشتغل على البوليسي بتاعتها. يعني هي بتصنع 1.5 في الاشهر الفرديه من الشهر اللي بعد منه، وبتصنع نص في الاشهر الزوجيه من الشهر اللي بعد منه. فطالما قال لك ان دي البوليسي بتاعت الشركه خلاص، ما هتلاقي في اسئله يقول لك احنا مثلا جايب لك برضو البيجيننج والاندنج والسيلز، وبيقول لك ان الشركه، بيقول لك اسيوم ان الشركه عملت برودكشن خلال الشهر ده 500 يونتس مثلا. خلاص، طالما قال لك اسيوم ان هي انتجت 500، يبقى هي انتجت 500، يبقى انا مش هحسب، فاهم قصدي؟ اوكي فتخلي بالك من فهمت الوردنج قصدك. بتاع، تخلي بالك من الوردنج ايوه ما بتاع السؤال، تمام؟ تمام. في السؤال، سؤال تاني ممكن؟ السؤال اللي معلش بعد منه، أبقى. احنا ايه، قول لي طيب، اتفضل. دلوقتي ايه الفرق بين ال cost of goods sold وال cost of good manufacturing؟ طيب المعادلة يعني المعادلة هم نفس المعادلة، بس البيجينينج بالانس هو اللي بيتحكم في القصة دي. طيب ثانية واحدة هقول لك أنا الفرق. حلو، هو احنا عامة هناخد الموضوع ده في الكوستنج بالتفصيل. حلو، بص، دي طريقة حسبة الكوست اوف جود سولد هنا في الشركات التجارية وهنا في الشركات الصناعية، تمام؟ في الشركات التجارية الموضوع سهل شوية، اللي هو البيجيننج انفنتوري، بتزود عليه النيت بيرشز، المشتريات اللي انت اشتريتها، والفريت ان، الفلوس اللي انت نقلت بيها البضاعه عشان توصلها لمخزنك، يديك ايه، جودز افيلبل فور ايه، فور سيل. شيء بتطرح منهم الاندنج انفنتوري، بيديك الكوست اوف جودز سولد. حلو كده. طيب الدنيا في المانيفاكتور شبه هنا شويه، بس الفرق اللي انا هنا بصنع، صح كده ولا لا؟ طيب فانا هنا الدنيا ماشيه ازاي؟ قال لك انت عندك ايه، بيجيننج دايركت ماتيريال انفنتوري، وعندك المشتريات اللي انت اشتريتها خلال الفتره، وعندك الاندنج ايه، دايركت ماتيريال انفنتوري، فهتوصل للدايركت ماتيريال يوزد ان برودكشن، تمام؟
طيب بعد كده عندك ايه تاني يا سيدي؟ قال لك عندك ايه بقى؟ انت دلوقتي المانيفاكتشرنج كوست، الكلام ده برضه هناخده بالتفصيل في الكوستنج، بس انا ايه هقوله لك دلوقتي في السريع. عباره عن تمام. ثلاث حاجات، الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والمانيفاكتشرنج اوفر هيد فيكسد وفاريبل. فاحنا عندنا المانيفاكتشرنج كوست بتتكون من ثلاث حاجات، دايركت ماتيريال ودايركت ليبر ومانيفاكتشرنج اوفر هيد ايه فيكسد وفاريبل. حلو، بتديك حاجه اسمها توتال مانيفاكتشرنج كوست. حلو كده. بعد كده عندك البيجيننج ورك ان بروسيس بتجمعه والاندنج ورك ان بروسيس بنطرحه، وبنوصل لحاجه اسمها ايه الكوست اوف جود مانيفاكتشرد اللي هي اللي بيقولوا عليها الكوبن. تمام، بجمع عليها البيجيننج. انت بقى ده سؤالك اهو، انت عايز تسال الفرق ما بينها وما بين الكوست اوف جود سولد. هنا بجمع البيجيننج فينيشد جودز انفنتوري، وهنا بطرح الفينيشد جودز ايه انفنتوري اندنج، بيديك الكوبس. عرفت الفرق ما بين دي وما بين دي كده؟ هو هنا انت هنا بتطرح ال ال هنا لا مش هنا بتطرح بطرح، البيجي. هنا تكلفه الحاجه اللي انا صنعتها خلال الفتره. تمام، تمام هنا تكلفه البضاعه اللي انا بعتها خلال الفتره، تمام فتكلفه الحاجه لا دي. اصل هو كان في سؤال تقريبا انا عارف انت هتجاوب على السؤال اللي ده هيجي دلوقتي وهنحله. تمام، طب خلاص اوكي. طيب هي بس هي دي النقطة، لأن هو كمان في مرتبط. أنا في بعض المسائل باخد الرو ماتيريال في الحسبة البيجيننج والإندنج، وفي بعض المسائل ما باخدهاش. لما جيت قارنت بين المسألة دي والمسألة دي، ما هو على كان حسب، قال إن على هو حسب هو بيسأل على ايه يا فندم. لو بيسألك عن رو ماتيريالز انت هتشتري قد ايه من رو ماتيريالز هناخدها. خلينا نشوفها في الأسئلة احسن، عشان لما تبقى الحاجة خلاص قدامنا الموضوع هيبقى اوضح بالنسبة لك. تمام، خلاص اوكي ماشي. طيب السؤال التاني ده يا شباب وقف مع حد ولا لا؟ ما أظن حلو ولا الدنيا تمام؟ السؤال ده لا تمام إن شاء الله. تمام، طب حلو قوي، الله ينور. السؤال ده احنا هنأجله بعد ما ناخد البروسيس كوستنج. حلو كده، السؤال ده وقف مع حد؟ رقم 7. محدش بيرد عليا ليه؟ لا أنا بالنسبة لي لا. طب باش لا نحل السؤال ده ولا السؤال؟ السؤال ده هتحبوا نحله مع بعض ولا الدنيا تمام فيه؟ لا أنا بالنسبة لي هما في 5 أسئلة سايبهم على جنب، لما توصلوا لهم هركز معاكم أكتر. طيب تمام، بس بلغوني يعني عشان أنا مش شايفكم، فعايز أعرف. في أسئلة كتير يعني سهلة، فاهمني؟ تمام، بس أنا عايز أعرف لو في حاجة واقفة معاكم قولوا لي عشان نحلها. تمام؟ طيب و8 ده على نفس الايه الجيفنز اللي فوق، متهيألي ما يوقفش مع حد برضه. لا ده الجيفنز الثانيه، 8 ده واقف مع حد؟ لا أنا تمام. لا تمام. 9. طب احنا ممكن نسأل، أنا بالنسبة لي لغاية 24 تمام، ما أعرفش الشباب بقى انا ممكن هلف كده، لو حاجه واقفه تمام حد يتكلم. السؤال ده والله ما فيش حاجة وقفت خالص. هو تقريبا بداية من 27. بالظبط 27 او 24 انا فاكر حاجة زي كده. طب 18 ده حلتوه؟ ما بص يا يحيى، انت برضو لو انت شايف في حاجة معينة تقدر تديها لنا معلومة في الحاجات دي، خلي ما بالك ان طالما احنا انت كلنا. بص بس احنا انا بس عايز نقطة معينة منك يا يحيى. في مسائل طويلة قوي فخدت مننا وقت بس حليناها، فانت لو شايف مسألة كبيرة مثلا وانت ليها طريقة معينة ان احنا نوفر بيها وقت ونحلها بأسرع ماشي، لكن احنا حلينا الحاجة ما وقفتش معانا بس خدت وقت. طيب قول لي زي ايه، قول لي مثلا ارقام الاسئله. طب انا اسف اللي انت واقف عن
انا اسف لو اتفضح لك، ممكن يا استاذ محمد بس نحل السؤال ده لانه برضه في مشكله عندي فيه. طيب تمام. ايه يا ريت. طيب ورقم كام ده؟ 18. ده رقم بيج 11 رقم 6. اه سؤال 18. 18 و19 و20. تمام. طب انا عايز بس برضو الناس ايه، هسيبكم دقيقه تفكروا فيه ولا تحب اخش حل على طول؟ خش حل. ممكن حضرتك تخش على طول لان حاولت كذا مره برضو في حاجه توقف معايا فيه. طيب هو طالب مننا هنا ايه؟ مين اللي بيكلمني؟ اسم حضرتك ايه؟ احمد حسين. طيب بص يا استاذ احمد، هو طالب مننا هنا ايه في السؤال؟ طالب مننا عايز يعرف هو عايز هشتري قد ايه من الكومبوننت اللي اسمه ايه؟ ايه 19. 19. حلو كده. طب انا دلوقتي ايه 19 ده بيمثل لي رو ماتيريال، صح كده؟ تمام. فانا لازم الاول اعرف انا محتاج انتج قد ايه من البرودكت بتاعي اللي هو التي والبي، تمام؟ اوكي. وبعد كده اشوف انا محتاج قد ايه منهم في الرو ماتيريال، كميات قد ايه، تمام. وبعد كده احول الكميات دي اضربها في البرايس بتاع الرو ماتيريال اللي انا هشتريها عشان اوصل للايه، للسعر بتاعها. حلو كده. طيب تمام. انا عندي البيجيننج انفنتوري هنا كام؟ للتي 800 800 و2150، صح كده؟ تمام. طيب لو حد الدنيا حاجه مش فاهمها يا ريت يوقفني. والاندنج انفنتوري عندي هنا 1000 وعندي هنا 900، وعامل حساب ان انا ابيع من هنا 96000 وحده وهنا ابيع 130000 وحده، صح كده ولا لا؟ اه تمام. تمام. يبقى انا المفروض عندي البرودكشن بتاعي هيبقى عباره عن ال 96 زائد الاندنج بلس الاندنج ماينس البيجيننج. يبقى انا المفروض هنتج 96200 من التي و128750 من البي. تمام لغايه هنا ولا لا؟ اه لا تمام. طيب انا دلوقتي هروح على ال 19، هروح للتي، انت بتاخد كم واحده من الاي 19 يا تي؟ قال لك 2. وهروح للبي، انت بتاخد كم واحده؟ قال لك 2 برضه. 2 برضه. يبقى انا ده محتاج هنا 192400 ومحتاج هنا 257500، يعني اجمالي اللي انا محتاجه من الايه؟ 449900 400 في عشان انتج 449900. طب انا كده وصلت؟ تمام. انا عايز اشوف بيجيننج انفنتوري عندي كان قد ايه والاندنج انفنتوري عندي كان قد ايه. تمام. لو البيجيننج انفنتوري هنا كان كام من 19؟ 3500. والاندنج 3500 انفنتوري 2000. يبقى انا عندي انا محتاج كام؟ 449900 زائد الاندنج ناقص البيجيننج، يبقى انا محتاج كام؟ 448400. الراجل ده لو هو راجل مش كويس كنت هتلاقيه حاطط لك دي في الاجابات هنا، حلو؟ بس الراجل ده على راي مستر سامح راجل طيب. فانا ليه؟ لان انت دلوقتي وصلت للكميه بس باليونتس، صح؟ وعايز الظروف. طيب انت اوكي الواحده بكام؟ ب 1.2 دولار، صح؟ هنضرب دي في دي يبقى وصلنا 538080، يبقى الاجابه بتاعتنا بي. تمام؟ تمام. طيب. اوكي. الحاله دي عليها سؤال استاذ محمد، سؤال بس. هو ليه ضربت في 2؟ انا ما ضربتش في 2. لا 2 هنا يعني؟ انت قصدك الاثنين دي؟ اللي يفرق 10 تقريبا. انت قصدك الاثنين اللي واقف عليها اللي علمتها بالاصفر دي؟ الاثنين اللي هي فوق رقم 257500. تمام تمام. طب بصي يا ياسمين، انا دلوقتي البرودكت تي ده بياخد مني كام وحده من الاي 19؟ وحدتين. اتنين. والبي بياخد مني كام وحده؟ تمام. اتنين. تمام. اتنين. انتوا شايفين الشكل اللي انتوا شايفينها؟ انا يعني لو هو كان طالب لو كان طالب بي 12 كنا نحط 1 و4، صح؟ الله ينور عليك. تمام كده؟ اوكي. طب تعالي تمام يا سيدي، وقفت معايا. طالما انت قلتي بي 12 حلو بقى السؤال ده. السؤال اللي بعد منه ده انتوا حليتوه ولا وقف معاكم؟
لا انا واقف معايا بصراحة، ده يعني المفروض رخم شوية. التلاتة وقفوا معايا. اه ده المفروض سؤال رخم شوية. انا واقف معايا ده برضو يحيى، هو ده انا كنت بعته لك من ضمن الاسئله اه اللي هو 19 ده. تمام. طيب بص يا شباب، نفس الكلام، تعالى احنا عندنا كام برودكت؟ اتنين. اتنين. البيجيننج انفنتوري كام؟ بيجيننج 23 800 300 و الاندنج 2050 1000 1900 100. طب وانا عايز ابيع قد ايه؟ 96 وهنا و130 130 صح كده؟ تمام. طيب يبقى انا عايز انتج قد ايه؟ 96200 وهنا ايه؟ 128750. هو هنا بيسالني على ايه في السؤال؟ بيقول لك الايكونوميك اوردر كوانتيتي من البي 12 70000 يونت، فبيسالك على عدد المرات اللي انا هطلب فيها الايه البي 12 دوت. انتوا عارفين يعني ايه ايكونوميك اوردر كوانتيتي ولا لا؟ لا. طيب زي الطلبيه يعني. الله ينور عليك، هي الطلبيه، انت بتروح تطلب عامل لك مينيمم، ما ينفعش تطلب اقل من 70000 يونت الايكونوميك اوردر كوانتيتي. تمام. حلو كده؟ فانا بطلب الكميات بتاعتي كل 70000 يونت بطلبها في سبعينات. حلو؟ حلو. فانا لازم عشان اعرف انا هطلب كم مره بي 12، لازم اعرف انا محتاج الاول قد ايه بي 12، صح كده ولا لا؟ فعشان كده احنا بنعمل اللي احنا بنعمله ده. طب انا هنتج 96200 و128750. طب هروح على الايه؟ على التي. هقول له انت بتاخد كام واحده من البي 12؟ قال لك انا باخد كام يا باشا؟ وباخد والبي قال لك انا باخد كام؟ اربعه. يبقى انا عايز هنا 96200 وعايز هنا كام؟ 515. الاجمالي اللي انا عايزه هنا كام؟ 600 611200 و11000 وكام؟ و200. احنا كده خلصنا ولا في حاجه تانية نعملها؟ لا لسه ما خلصناش. انا اسف، لسه نشوف البيجيننج والاندنج انفنتوري بتاعنا. عايزين نشوف التغير في المخزون، صح كده؟ طيب التغير في المخزون، انا عندي بيجيننج انفنتوري كام؟ 1200 1200 واندنج انفنتوري عندي كام؟ 1800 1800. يبقى انا المفروض عايز كام؟ صح كده ولا لا؟ تمام. طيب انا المفروض هطلب الطلبيه بكام؟ 70000 صح؟ 70000 على 611800 على 70000 هيديك كام؟ 8.74. يبقى المفروض هطلب كده كام مره؟ 9. وصلت كده؟ اوكي تمام. 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 طيب والسؤال ده كم وقت في الامتحان؟ كم عايز وقت في الامتحان؟ كم ايه؟ والسؤال ده كم عايز وقت في الامتحان؟ كم وقت في الامتحان يعني هتاخده فيه؟ اي يعني انه انا لو بحله طيب ممكن هذا ياخد معي 5 دقائق مثلا. صح؟ ما هو بص هقول لحضرتك على حاجه، انت مع التمرين اول حاجه الامتحان بيجي متوازن. متوازن بمعنى ايه؟ بمعنى الاسئله العملي بتاخد وقت كبير جدا في حلها. تمام؟ فانت بتعمل ايه؟ هم بيعملوا ايه؟ بيجيب لك النظري اكتر من العملي، لان النظري سؤال كلمتين وانت هتقرا عارف الاجابه، عارف مش عارف خلاص، صح كده ولا لا؟ صح. فالعملي اقل، فايه فعشان كده الامتحان بيبقى متوازن. انت لو مذاكر كويس هتخلص هيبقى معاك وقت كمان. يعني انا في بارت 1 الحمد لله كان معايا ربع ساعه دخلت بيها في الاسي. انت كمان مع كتر التدريب ما تبصش للوقت اللي انت بتاخده، احنا لسه في اول الخط، احنا لسه يعني يعتبر في اول محاضره واحده اللي خدناها. تمام؟ فما تقسي مستواك دلوقتي بمستواك بعد ما تخلص الكورس، واستعديت كمان للامتحان. تمام. انت هتبقى تمام. التمرين رهيبه، فبعد فساعتها انت هتاخد، شفت الوقت اللي انا بحل فيه ده، انت هتبقى واصل لمستوى ممكن كمان تبقى افضل مني، لان انت هتبقى بتذاكر بتذاكر بتذاكر، فهتبقى سريع جدا.
تمام؟ تمام تمام طيب المفروض ده اللي احنا حليناه دلوقتي. طيب السؤال ده واقف مع حد؟ محمود انت بتهيألي كنت باعت لي السؤال دوت. يا سامح يا يحيى سوري ثانيه. طيب اقرا كده السؤال اللي هو بتاع ده كان 19 ولا 19 بس و27 بعد كده يعني 20 ما كانش معانا. طيب لا لا 20 لا انا كنت بعيد لك 19 اللي هو اللي احنا حليناه ده تمام وبعد كده اللي جاي بقى ان شاء الله 27. طيب شباب السؤال ده انا هلف لو حاجه واقفه مع حد او حد السؤال حاسس ان هو خد منه وقت اكتر من اللازم يقول لي السؤال ده خد مني وقت نحله يمكن نحله بطريقه احسن. تمام هو السؤال اللي حضرتك عديته ده فيه تريك يعني حلو قوي لو نراجعها بعد اذنك. اتفضل ثانيه واحده. السؤال ده فيه تريك. حاضر. لان هو بيتكلم في ثلاث حروف. تمام يلا نحل. هو انا حليته بس انا برضو عايز اراجع تاني عليك بعد اذنك. طب يلا حل معايا. معاك يلا. يلا حل. هو عايز ايه هنا؟ هو عايز البرودكشن للفينش للفينش لليونت اوف فينش برودكت لاخر 3 شهور في اخر 3 شهور تمام اه اللي بينتهوا في شهر ايه سبتمبر حلو كده 30/9 تمام بالظبط. هو جه فوق في اول السؤال قال لك الشركه بتاعتنا بتخطط ان هي تبيع 200,000 يونت من الفينش برودكت بتاعتنا في شهر جولاي. يعني انا في شهر جولاي مخطط ان انا ابيع كام الف يونت؟ 200,000 200,000 يونت حلو كده. وقال لك ان انا كل شهر متوقع ان يحصل لك جروس ريت في السيلز بتاعتي بنسبه 5%. تمام احنا بالظبط هنخلص يعني هضرب ال 200 في 105%. الله ينور عليك. هضرب ده في 105 ايه في المية في المية وهكذا في شهر 9 من 8 بالظبط كده. تمام كده يبقى انا المفروض ابيع تمام وهنا هيبقى 210 وهنا 220,000 ايه و500. تمام بعد كده قال لك ذا ديزايرد مانثلي اندنج انفنتوري ان يونتس اوف فينيشد برودكت 80% اوف نيكست استيميتد سيلز. ماشي. وقال لك اللي انت كان عندك فينيشد يونتس ان انفنتوري في 30 جون كام؟ 150,000 ايه يونت. تمام يبقى انا عندي هنا في شهر 10 انا طالما لو انا هطبق البوليسي بتاعت الشركه ديت في البلاننج اللي هي متوقعه ان هي تزيد 5% مع كل شهر مش هعرف اجيب شهر 10 هنا كده المفروض ابيع كام ولا ما اعرفش؟ ايوه هيطلع 231,000 ازود 5 ازود 5% صح كده يطلع 231,525. طب الاندنج انفنتوري المفروض هيساوي كام؟ هضرب في 80% في 80%. تمام طيب حلو كده. طب هنعمل ايه تاني بقى يا باشا؟ المفروض قال لك ان انت هنا البرودكشن ريكوايرمنت في البرودكت ايه؟ اه تمام. انا البريد المفروض هنتج في البريد كام؟ ابيع في البريد دي كام؟ 630,000 630,000 صح؟ يبقى انا عندي 630,000 سيلز واندنج انفنتوري 185 هطرح منهم البيجيننج انفنتوري يبقى هتطلع كام؟ 665,720 يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى ايه؟ دي تبقى دي. تمام كده. الباترن دي عليها تمام. سؤال تاني هنا ممكن تحلوه؟ خلي بالك هنا زي الحته اللي انا قلت لكم عليها في الاول قال لك ان اسيوم ان الشركه بتاعتنا دي بتخطط ان هي تنتج كام وحده خلال الثلاث شهور دولت؟ 600,000 600,000 ما انت هتتجاهل بقى كل الكلام اللي احنا عملناه المره اللي فاتت احنا هننتج كام دلوقتي؟ 600,000 هنضربها في 4 نضربها في 4 ليه؟
اه ماشي سوري ده ماشي ماشي انت انت تمام ده كان بيقول ان فينيتي جود ريكواير 4 باوند صح انا افتكرت دايركت ماتيريال ضربت جه في دماغي اللي انت ضرب في الاربعه عشان الشهور لا لا خلاص لا لا مش اربع شهور لا 4 باوند ريكواير 4 باوند بالظبط دايركت ماتيريال 600000 هنضربها في كام؟ 4 4 هيطلع 2000 2 مليون و 400000 طب واحنا بالزبط. عندنا بيجيننج انفنتوري من الدايركت ماتيريال كام؟ 800000 800000 وحده صح كده؟ طب والديزايرد اندنج انفنتوري المفروض عايزه يبقى كام؟ من الدايركت ماتيريال الاندنج انفنتوري هو المفروض يبقى 25% هضرب ال 2 مليون و 400 في 25% تمام يبقى هيطلع عندي كام؟ هيطلع عندي حجم على ال 2 مليون و 400 عليه ال 600 واطرح منه ال 800 الله ينور عليك يبقى الاجابه هتطلع كام؟ واللي هيطلع واللي هيطلع هضربه في 1.2 اللي هو دولار 1.2 دولار عشان اجيب بالدولار قد ايه التوتال برودكشن انا هنا وصلت للايه؟ للكميه صح؟ الكميه اه انا هضرب في ايه؟ الراجل فاكرين بقى السؤال لما قلت لكم الراجل طيب عشان مش جايب الاجابه بتاعت الكميه في الاجابات ده بقى بص حاطط لك اول اجابه ايه؟ 2 مليون و200 عشان انت اول لو سرحت لحظه هتلاقي 2 مليون و200 وانت ماشي زي الفل صح؟ هتروح مجاوب الاجابه زي تمام ويطلع الاجابه غلط في ايه؟ خلينا ده وخلينا ده طب ده واقف مع حد يا شباب سبعة وعشرين سبعة وعشرين أيوة هو ده أيوة طيب بصوا أنا بس عشان الفيديو هيفصل معايا فهبعت لكم لينك تاني دلوقتي حالا اوكي تمام نخش نحل السؤال ده يلا السلام عليكم